السيد حكمنا الدوري السابق ومعانا ويفصل النقطه دي عشان ما تقولش ولا كابتن سمير. لا لا لا، بص مع كل احترام للكابتن توفيق وكل الكلام ده، اسمع الكلام. اتفضل. هيقول لك البروتوكول ومعرفش. لا ما على فكره اقول لك حاجه، كابتن توفيق من الشخصيات والناس اللي بتقول الحق. انا بقول لك قبل، لا ما عندهاش يعني الوان. قبل ما يقول، هم اقول لك اربع حالات هتدخل فيهم الفار. ما انت ما تضغطش عليه بقى قبل ما يخش يا كابتن. لا مش بضغط عليه، انا بكلمك. انا بقول لك ايه، ما تركب عربيه وتيجي احسن. انا سمعت تحليله وتحليله ما عجبنيش. انا كابتن توفيق حبيبي، بس انا هو لما قال لك لا الكوره جون والفار ما يتدخلش، لا الفار يتدخل. قال فين يا كابتن؟ ما اعرفش بقى كان فين. طيب ممكن تسمعه كابتن وانت معايا؟ كابتن توفيق ازيك كابتن؟ منور كابتن محمد حبيبي. كابتن رضا حبيبك طبعا. كابتن رضا حبيبك طبعا. كابتن رضا حبيبي. كابتن رضا حبيبي طبعا. كابتن محمود كابتن سمير كمونه طبعا. اتفضل يا كابتن. يعني كابتن رضا معانا كده، الكوره دي بالذات يعني دي اللي عليها الجدل الكبير ما بيننا دلوقتي وما بين بعض، لدرجه ان كابتن رضا شايفنا ان احنا يعني مش بنقول الحق. بس اتفضل يا كابتن. طيب خلينا، انت جايب لي صوره وجايب لي الشاشه والدنيا واضحه تماما. خلينا نقول ما هو قانون التسلل، وما هي قاعده التسلل. تمام. يقول لك يكون اللاعب في موقف تسلل اذا كان اقرب لمرمى الخصوم من الكره. اذا كان اللاعب اقرب لمرمى الخصوم من الكره، وهو اللي مش موجود في الحاله دي. هنا الكره دي على نفس مستوى اللاعب، اذا قرار حكم الفيديو قرار صحيح، وقرار حكم المباراة قرار صحيح، وقرار حكم المساعد اللي هو ما اشارش اصلا بوجود تسلل قرار صحيح، رغم صعوبة اللعبة. صعوبة اللعبة، اللعبة صعبة جدا، خلينا نتفق على كده. ولكن لو احنا بصينا هنلاقي ان الكورة على نفس مستوى لاعب الاهلي المفترض اللي موجود في موقف تسلل او احتمالية وجوده في موقف تسلل، لكن الكرة كانت على نفس المستوى. فاذا لو للوهلة الاولى يا كابتن، واحنا وانت كده بدون ما ترجع للفار، تقول الكرة دي ايه؟ لا انا شيء يعني، انا من الوهله الاولى كان حتى معايا احد الاصدقاء قلت ان الكره مسابقه والكره هدف صحيح. تمام. لكن وبعد عوده الفار اتاكدت من ان هي طبعا هدف انت صحيح. لو شفت، انت بصيت على اللعبه هتبص انت تلاقي الكره على نفس مستوى مهاجم النادي الاهلي حسام حسن اللي هو متواجد. بعد كابتن، لو حسام حسن لمسها وهو متداخل وعمل تاتش مثلا، ما هو حسام حسن هو التشيك يا كابتن سمير اللي نعم؟ التشيك نفسه، التشيك على الفار اتعمل على حسام حسن. هل حسام ايوه اقرب واحد متداخل للكوره بالظبط كده. لا حسام حسن كان في موقف صحيح لان كان على مستوى الكوره. يعني حسام حسن عشان كده انا قلت بعد اذنك كابتن قاسم، انا قلت يا جماعه ان هي فيها شك تسلل. طيب. عشان الزاويه الثانيه انا مش شايفها. طيب. كويس. دي الكوره دي يا كابتن، هل في المباراه ضربه جزاء، هل في ضربه جزاء للنادي الاهلي ما اتحسبتش؟ شوف اللعبه بتاعت النادي الاهلي دي لعبه. طيب. من الالعاب الصعبه جدا، لان احنا لو شفنا التصوير يا كابتن محمد، انا ما اقدرش اكذب، هل هناك ركله جزاء من عدمها؟ انا قلت لو الكوره خبطت في ايد اللعيب بالشكل اللي احنا شايفين، التصوير كان صعب جدا الحقيقه، مع احترام وتقدير يعني. لكن انا قلت الكره لو لمست ايد لاعب نادي ام بي اللي هو ايديه اوريدي كانت مكبره ايده، اذا كان يستوجب على الحكم احتساب ركله جزاء، رغم خدنا فيها وقت كبير جدا. لكن خليني انا بقولها لك بامانه شديده، انا مش عارف اذا كانت الكره جت في ايده ولا لا. يعني انت النهارده الكره طبت في الارض، انا ما اعرفش هي جت في ايده ولا لا. طيب. انا مش عنديش زاويه رؤيه واضحه. انا ما باخدش بالصوره، لازم اشوف اللعبه لايف يعني. طيب هل المباراه يعني كانت تستحق ان 7 دقائق يكون وقت بدل ضايع؟ طبعا، خلينا نتفق على كده، لانك انت في اللعبه بتاع اللعبه دي لوحدها تحديدا خدت حوالي 4 دقائق و20 ثانية. اللعبه دي تحديدا. طب ايه ده ذنب نادي انبي؟ ايه ده لسه قاعد؟ ما هو احنا لازم كابتن رضا، ما هو ده ذنب نادي انبي يا كابتن توفيق. ايوه كابتن رضا اسمعني حضرتك، انت لا معلش، ما انت بص عشان يبقى بره بيعمل ايه، اول ما بيجي اللقطه دي بيخرج على طول يبص على الفار ويبدا يخرج القرار. ماشي، ما هو ما خرجش واللعب توقف يا كابتن. ايوه قعدوا 4 دقائق هم لسه بيقول لك بنظبط. انا ممكن اسال سؤال؟ انا ممكن بس اسال سؤال يا كابتن رضا، سؤال مهم جدا. هو الوقت الضايع ملك للفرقتين ولا ملك لفريق واحد؟ لا ملك للحكم. لا ملك الفرقتين. يعني ايه ملك الفرقتين؟ يعني هو اسمعني بس، بمزاجه يا كابتن. انت عايز لو الاهلي النهارده كسبان، لو الاهلي كسبان وربنا النهارده ما هيدي 7 دقائق. بص انا بشوف ان وربنا ما هيدي 7 دقائق لو الدنيا اتطربقت على الارض. طب بص يا كابتن رضا، احتساب 7 دقائق وقت بدل المحتسب بدل ضايع هو قرار صحيح من الحكم، لان اللعب توقف كتير جدا. لا ما هو عشان الاهلي خسران قرار صحيح 100%. يا كابتن لا احنا ما يعني ما نختلفش. انا سالت حضرتك سؤال يا كابتن رضا، بعد اذن حضرتك ممكن تجاوبني عليه. هقول لك على حاجه بس بسيطه يا كابتن.
دلوقتي الكرة اللي انت حلتها اللي هو الجون اللي حسام حسن مش اوفسايد، ما تعديتش ليه من كذا زاويه زي ضربه الجزاء اللي هي بتاعت الشوط الاولاني والشوط الثاني وبتاعت علي معلول؟ ما ينفعش تتعدى غير من زاويه واحده بس يا كابتن رضا، هي زاويه المساعد الثاني الاول، ما ينفعش غير الزاويه دي. لا لا لا، لان لو اتعدت من كذا زاويه هيبان ان حسام حسن ما ينفعش. ما هي لعبه التسلل يا كابتن رضا لابد انها تتزعب فقط من ورا مساعد الحكم الاول، هي الزاويه واحده بس اللي كانت تبقى عمودي على اللعبه. ضربه الجزاء وقبل كده انا اسف يا كابتن رضا، انا سالت حضرتك كابتن في ماتش الزمالك وسموحه، هقول لحضرتك ما هو بما جاب جون وطلع ان هي مش اوفسايد. هدف صحيح؟ لا لا لا، كان هدف صحيح وانا قلت في البرنامج قلت هدف صحيح، وعملوا وجابوها من كذا من جهه. وانا قلت مع الكابتن محمد، مش متذكر او اسلام، مع الكابتن محمد قلت ان الهدف سموحه هدف صحيح، هدف الزمالك يوسف هو في مرمى نادي الزمالك، في مرمى يعني. اذا هنا الفار بمزاجه يا كابتن. طيب الفار هنا بمزاجه يا كابتن رضا، كابتن توفيق، يعني دي لو الام بي يا كابتن سؤال، انا بس عايز دقيقه واحده بس يا كابتن اسمعني بس ثانيه واحده، دي لو الام بي هيجيبها لك من ورا الجول وتحت يا كابتن. ما ينفعش يعني تاخدها بالاتجاه ده يا كابتن رضا، ما ينفعش التسلل يا كابتن رضا. كابتن رضا ما ينفعش لعب التسلل تيجي من ورا الجول، لازم هي تيجي من زاويه ده يا كابتن. ما انا عايز اشوفها، ما انت كده ما تقدرش تحكم. اذا كان سمير كمونه اللي قاعد بيقول لك كده فيها شك، حصل يا سمير يا كابتن رضا، بس القرار في الاخر بيتحسب للحكم يا كابتن رضا. كابتن سمير طبعا لعيب الدولي وراجل محترم وحضرتك طبعا صدرك